ومع قدوم عيد الأضحى تخلو غزة من الأضاحي ويعاني القائمون على هذه التجارة الكسادة والبطالة. مع تراجع الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي الذي طال كل شيء، باتت مزارع المواشي الخاوية مشهدا مألوفا. اقترب موعد عيد الأضحى، وهذا يعني من الأعياد اللي احنا بنحتفل فيها سنويا، ففي الفترة الحالية المفترض تكون كل المزارع ملأة بالعجول وبالأغنام وبالخراف، ولكن للأسف زي ما انتم شايفين كل المزارع فارغة، واللي بقطنها هم النازحين. الأضحى عندنا ما لا يوجد عجول خالص، يعني هاي القبان ها شايف اي شغال، انا عندي ما فيش ولا عجل عندي. انا اليوم الحوضية تبعت العجول، حوضية العجول كل اللي ترحين بنادمين. انا عندي حركة 80 نفر من البشر كلهم اويتهم، هذول النازحين من رفح وانا اويتهم عندي، بعدين العجول صار بشر.